السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه سنه المبيض. اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد الكيكه جديده بزاف، تابعوا معايا المقادير بطريقه اكثر. بالنسبه لهاد الكيكه غادي نحتاجوا على بركه الله 3 الحبات ديال البيض بحراره الغرفه، عندي 80 غرام ديال السكر سنيده او السكر الخشن، ما يعادل واحد نصف كوب ديال العنبه، عندي هنا ياغورت اما بنكهه الفاني او لا اي نكهه بغيتو، انا كنفضل نكهه الفاني. عندي 100 غرام ديال اللوز الفيلي للتزيين، يمكن لكم تستغناو عليه. 220 غرام ديال السميده الرقيقه، 220 غرام عطيتكم جوج كيسان ديال العنبه. عندي جوج اكياس من خميره الحلويات، كيس من سكر فاني، كاس ديال العنبه ديال عصير البرتقال، يعني 170 مليلتر ديال عصير البرتقال. عندي كاس لاروب ديال الزيت، ملي كنقولوا كاس لاروب يعني تعطينا واحد 120 غرام ديال 120 مليلتر ديال الزيت النباتيه، 50 غرام ديال الكوك، ما يعادل واحد كاس العنبه ما عامرش. هادو هما المكونات. ندوز على بركه الله طريقه التحضير. كناخذ واحد الاناء كنوضعوا فيه 3 حبات ديال البيض، كنوضعوا فيه السكر، غادي نضيف كيس من السكر فاني، كنخلط هاد المكونات مزيان واحد مده 5 دقائق، يا اما بالخلاط الكهربائي اولا بالخلاط فاش كنديروا العصير. بسم الله. من بعد ما طربت البيض مزيان مع السكر فكنضيف الزيت بحال غنطلع المايونيز، نضيف عصير البرتقال، نضيف كذلك الياغورت ونزيد نخلط. بسم الله. غادي نخلط هاد السوائل وغادي نبدا نضيف المكونات الجافه بالتدريج. مثلا نضيف الكوك 50 غرام يعني ما يعادل واحد الكاس ديال العنبه، ما يكونش عامر. نضيف كذلك السميده، قلنا جوج كيسان ديال العنبه 220 غرام. يبان لكم الخليط شويه جاري، كتعرفوا انا السميده راه كتشرب. هنا كنضيفو دوك جوج اكياس ديال خميره الحلويات ما يعادل واحد 16 غرام. كنخلط هانتوما كيف ما كتلاحظوا السميده دغيا كتشرب. هنا كيما كتلاحظوا معايا اخواتي وجدنا الخليط ديال الكيك. عندنا لا كريم باتيسير اللي كتكون بارده، سبق لي واحد درتها معكم، انا استعملت غير جاهزه هذيك البودره، خلطتها مع السيترو ديال الحليب وخليتها حتى وكان عقدت مزيان وبردت. ضروري ما يكون بارد لا كريم باتيسير ديالنا. عندي مول اللي خديته دهنته بالزبده ورشيته بالسميده مزيان، وهذاك لي زاموي فيلي ولا اللوز رقائق اللوز ديال التزيين، هادو كيبقاو اختياري اللي ما بغاوهمش ما يديرهمش. غادي ناخذ دابا المول اللي عندنا اللي دهناه بالزبده ورشيناه بالطحين، غادي نفرغوا فيه نصف الكميه ديال الخليط اللي عندي، نصف الكميه فقط. غادي نحاول نبسطو مزيان هكا وغادي نفرغ. باش نبدا نوزع في لاكريم باتيسير بهاد الطريقه بشكل عشوائي، يعني ماشي بالضروره يجيو كلشي بحال بحال. تنجيو تنفرغوا نصف الكميه المتبقيه ديال الخليط، ملي كنفرغوا الخليط ديالنا تنحاولوا نضربوا شويه بالمول باش يتقاد لينا، يجينا الكيك ديالنا مقاد. صافي هنا تناخذ هاد رقائق اللوز تنزين بها من الفوق، تندخلها الطيب على نار اللي كتكون الفران يكون بارد مده 160 على 160 درجه، غتاخذ ليا تقريبا واحد 30 دقيقه. المهم نتوما مره كتراقبوا الفران ديالكم حتى وكم كتشوفوها طابت، كتدخلوا فيها واحد الكيغدون كتراقبوها، الا طابت صافي تتخرجوها باش نسقيوها ان شاء الله. هنا كما كتلاحظوا معايا اخواتي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفران كتاخذ معنا تقريبا واحد 30 حتى 35 دقيقه. انتم ديما اخواتي مع المراقبه على 160 درجه، كتشعلوا عليها لتحت بحال اي كيكه حتى وكان كتحمر، وكتشعلوا عليها من الفوق. بالنسبه ملي كنخرجوها ضروري ما تسقيوها، كنسقيوها بواحد كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر عفوا، نص كاس ديال الماء، وكنديروا ليها واحد الطرونش ديال الحامض ولا برتقال، كتخليهم يطلع فيهم الغليه واحد 5 دقائق، كتسقيو بهم ديما الا كانت الكيكه بارده
كتكون السقوة سخونة، إلا كانت السقوة سخونة كتكون كيكة، يعني الواحد فيهم يكون بارد واحد يكون سخون، كندخلو للثلاجة حتى كتبرد مزيان، قد ما بردت قد ما تعطيكم واحد النتيجة اللي هي مزيانة، وكتقدموها بالصحة والراحة، راه كتجي لذيذة بزاف وكطير في نهارها، يعني شي حاجة اللي هي لذيذة إن شاء الله تجربوها وتنال إعجابكم. إلا عجبتكم أخواتي ما تنسوش ديروا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، لكم مني أجمل تحية، ديزين المغرب، إلى حلقة قبل حول الله.